حمدك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملا بها قلبي نورا وصلاحا وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اجعل هذا بلدا كمبون كالناري يا الله آمنا وسلامة برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسيوف المختلفة وشدائد والمحان ما ظهر وما بطن من بلادنا هذا الصاح من بلادنا هذا الصاح من بلادنا هذا الصاح ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما ورحمة الله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله Allah.